السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأصدقاء ديالي والمتتبعين ديالي. بعد غياب طويل على القناة صافي لونطو ما حطيتش دي فيديو، وذلك حيت كنت منشغل في العمل والدراسة في نفس الوقت. في هذا الفيديو غادي نديرو تصحيح ديال امتحان ولوج المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية اللي هي لانسا، اللي دار في لادات ديال 17 جويي 2021. واخا هاد التصحيح جاي شويه روطاردي، متاخر شويه، ولكن انا اعتذر على حسب انه الوقت ما كانش عندي باش نقدر ندير التصحيح. غادي ندير التصحيح ديال هاد الكونكور ان شاء الله، باش الناس العام الجاي اللي باغيين يدوزوا الامتحان يستافدوا من هاد الكوريجي اللي غادي ندير في لاشين. لانه كما كتعرفوا البريباراسيون الكونكور ديال اي ايكول، يعني ولوج اي مدرسه، ما هو الا يعني العمل على الامتحانات السابقة. لذلك صحيح الامتحان هو شيء مهم باش غتاخدوا ان شاء الله لي زاستوس اللي غينفعوكم تحضير الكونكور. اذا غادي نبداو. كما كتعرفوا لو كيو سي ام على الكونكور دانسا سو فورم كيو سي ام كيستيون دو شوا ملتيبل. دونك كما كتعرفوا نو اوتوريزي كالكولاتريس تليفون سمارت فون اكسيتيرا و تو تيب توس تيب دو دوكيمون. امتحان في ساعه ونص، غادي نخدموا لي بروف دو ماتيماتيك. كما كتعرفوا انا لاشين ديالنا هي مختصه في الرياضيات، ودرت فيها شي شويه ديال لانفورماتيك فيما يتعلق باللونغاج سي، وان شاء الله مستقبلا غادي نديروا يعني اوتر كور اللي متعلقين بالانفورماتيك. لا بروميير كيسيون، الامتحان كيف كتعرفوا فيه 20 كيسيون. لا بروميير كيسيون une condition nécessaire, pas forcément suffisante, pour réussir le concours de l'INSA est. يعني واحد الشرط اللي هو مهم ولكن ماشي كافي باش يعني النجاح في الامتحان ديال الانسا. هنا عطينا اربعة ديال الاختيارات كات شوا. الاختيار اش يقول لك؟ avoir répondu correctement à tout le QCM. واش ضروري خصني نجاوب على كاع لو QCM باش ننجح في الكونكور ديال الانسا فيما يتعلق في لي بروف دو ماتيماتيك ولا اون جينيرال، يعني شوف كيكون في الماط والفيزيك. دونك اون جينيرال كما كتعرفوا ان الكيو سي ام ديال الانسا كيمشي بلو سيستم كندي، لان اللي هو ان الا جاوبتي على سؤال صحيح كتاخذ نقطه، ولا جاوبتي على سؤال خطا كتاخذ موانزا، ولا ما حطيتي حتى شي جواب يعني طاب با كوشي ما غادي تاخذ زيرو. اي دو بريفيرونس الا ما كنديش متيقن 100% من الجواب انك ما تكوشيش باش تاخذ زيرو، ما تاخذش موانزا. اللهم ناخذ زيرو، ناخذ موانزا في لا كيسيون. اذا هذا الاختيار يعني avoir répondu correctement à tout le QCM، دونك هذا سميتو ماشي ضروري خصني نجاوب على كاع tout le QCM، ممكن نجاوب غير على النص ونقدر ندوز في الكونكور ديال لانسا. دونك هذا الاختيار ماشي صحيح. B avoir au plus 25% de réponse fausse. يكون عندك على الاكثر 25% ديال لي ريبونس فوس. يقدر يكون عندي سميتو اكثر من 25% ديال لي ريبونس فوس وممكن نجيب الكونكور ديال لانسا. هادي يعني دي شوز بديهيه يعني معروفه. اذا لو شوا بي ماشي صحيح. لو شوا سي افوار او موان على الاقل يكون عندي 50% 50% دو ريبونس كوريكت. واش خاصني ضروري يكون عندي على الاقل يعني المينيموم يكون عندي 50% ديال لي ريبونس صحاح؟ لا، يمكن لي نجيب يعني ماشي نجيب حتى مثلا 30% ديال لي ريبونس صحاح ويمكن ليا ننجح في الكونكور ديال لانسا. دونك هذا اختيار يعني ماشي صحيح. لو شوا دي تو سامبلومون افوار باسي لو كونكور. دونك هو شرط اساسي ولكن ماشي سوفيزون باش ندخل لانسا، مي اساسي يعني يعطيني انا غير الشرط الاساسي انك دوز الكونكور. مي واش انك تكون سيك او موان 50% تجاوب صحيح ولا او بلوس 25% تكون فوس ولا تجاوب على كاع الامتحان، هذاك ماشي ني با سوفيزون. هذا ماشي سوفيزون داكور. دونك سكي نيسيسير اي با سوفيزون سي لو شوا دي افوار باسي لو كونكور. ومعروف انه في الكونكور ديال يعني علاش كيعتمدوا؟ كيعتمدوا على لا نوت فينال اللي كتجيب ما بين لي بروف دو ماتيماتيك و لي بروف دو فيزيك. يعني لو كلاسمون هو اللي كيخليك تنجح في لانسا، لو كلاسمون. واهم شيء هو افوار باسي لو كونكور. دونك اختيار صحيح هو دي. اذا بالنسبه لا كيسيون 2 قال لك لو 17 جويي 2021 jour du concours de l'INSA. Bien sûr, le concours de l'INSA date le 17 juillet 2021. Est un samedi. Oui, c'était un samedi.
Quel jour de la semaine sera le 29 février 2024? On est à Tauna, Khtiara, Tauna, mardi, jeudi, samedi et lundi. On accepte déjà les solutions indi f tableau noir. باش الفيديو ماجيش طويل باش نختصروا شويه ديال لو طون باش واحد ما يملش. اذا لا كيسيون كيما قلنا يعني كاين جور دو لا سيمين سورا لو 29 فيفري 2024 يعني اش من نهار في السيمانه عطوني اربعه ديال لي شوا. اذا غنمشيو ديجا السوليسيون راني كتبتها باش نربحوا لو طون. اذا الكيسيون 2 عندي هنايا كيف كنعرفوا لي جور دو لا سيمين؟ عندي le premier jour lundi, deuxième jour mardi, troisième jour mercredi, le quatrième jeudi, le cinquième vendredi, sixième samedi ou septième ou dimanche. On dispute les jours semaine. Et là l'astuce les gars d'indir. Un gars d'indir, moi je quand j'ai lié ben le concours de l'INSA le 17 juillet 2021. Gars d'indir, date ou gars d'indir 2024. Et donc gars d'indir, mais le 17/7/2021 حتى لو 17/7/2022 هنا عندي 365 يوم كما كنعرفوا وغنمشي من لو 17/7/2022 حتى لو 17/7/2023 كذلك هنا عندي 365 يوم وغنمشي من لو 17/7/2023 حتى لو 17/7/2024 وسطروا لي على 2024 حيت 2024 كتسمى سنه كبيسه حاولوا تذكروا يعني تذكروا باش تعرفوا شنو هي السنه الكبيسه. السنه الكبيسه كتسمى بيسيك ستيل هي سنة اللي كتكون من لي ميلتيبل دو كات يعني من مضاعفات كات بحال مثلا سنة 1996 بار اكزومبل 2000 2004 2008 2012 2016 2000 2020 2024. اذا 2024 هي كتسمى سنة كبيسة هادو كلهم كيتسموا سنوات كبيسة اللي قلت عاد دابا وهاد السنة الكبيسة كيكون فيها 300 66 يوم عكس لي زوطخ كي كونفيرم 365 يوم. اذا 2024 هي السنه الكبيسه فيها 366 جور. اذا هنايا غادي نشوفوا ابارتيغ من لو 17/7/2021 حتى لو 17/7/2024 شحال عدد الايام اللي عندي. دابا غادي نحاول نستعمل عدد الايام. اذا عندي 365 زائد 365 هي 2 فوا 365 زائد 366 اللي هي 2024 اللي هي اني بيسيكستي اللي هي سنه كبيسه وغادي نقص منها واحد. علاش غنقص واحد؟ لانه بديت انا من لو 17/7 بحال كنديروا داك النومبر دو تيرم اللي كنديروا مثلا في لي سويت الا تذكرتوا من لو 17/7 حتى لو 17 من لو 17 يعني 7 2021 حتى لو 17/7 2024 عندي من 17 حتى 17 دونك عندي انا خصني نقص واحد حيت هذا النهار حسبته ديال لو 17/7 2021 حسبته يعني من هاد لو 17 حتى لهاد لو 17 هاد المجموع اللي درت وخصني نقص واحد النهار باش ما نحسبش داك النهار اللي انايا سميتو بديت به. بحال بار اكزومبل الا بغيت نحسب عدد الايام ديال الاسبوع غادي نبدا انا من 2 حتى 2 الا بديت من 2 حتى 2 خصني نقص واحد لانه الا حسبت لهندي راه غادي يكون عندي سميتو 8 ايام وانا عندي في الاسبوع هو 7 ايام داكور. اذا ضروري مادام بدينا من لو 17 حتى لو 17 خصني نقص واحد النهار اللي هو هذاك لو 17 اللي بديت به داكور. اذا ابري ما غنديروا هنا بيان سور 366 ناقص 1 هي 365 غنزيد على هذا الشيء غتجيني 3 في 365 اللي هي 1095 جور 1095 يوم. بيان اذا عندي انا من 17/7/2021 حتى 17/7/2024 اللي قلنا هي سنه كبيسه كفيها 366 يوم حتى لهنا اذا عندي 1095 جور. بيان انا شنو غرضي شنو كنطلب مني؟ كنطلب مني انه قال لك شنو من نهار في السيمانه هو لو 29 فيفري 2024 وبيان سور فقط باش نشير لواحد الحاجه نسيتها هنايا في هذا بالنسبه لهذه السنه الكبيسه بيان سور كيكون داك حيت هو فيفري معروف انه فيه 28 يوم لو جور ديال فيفري فيه 28 يوم كيف كنعرفوا ولكن في السنه الكبيسه كيكون فيه 29 يوم. اذا الا كتكون ديك 366 اللي عندنا هنايا دابا انا اللي عندي الغرض نرجع ندير لو غوتور لهذيك لا دات ديال لو 29 لو 29 فيفري 2024. بيان اذا دابا هنا سالينا مع بالنسبه من 2021 حتى 2024 دابا غنمشيو لديك لاني اللي هي 2024
حنا وصلنا حتى لو 17/7/2024، اذا غادي نجيو هنا لو 17/7/2024 وغادي نمشيو غنديرو لو غوتور حتى لو 1/7/2024 وغنمشيو وغنبقاو نرجعو بشهر حتى نوصلو فيفري لو موا 2. اذا عندي لو 1/7/2024 نمشيو عاوتاني لو 1/6/2024 بالتناقص بيان سور لو 1/6/2024 لو 1/5/2024 لو 1/4/2024 لو 1/3/2024 هذا هو لو جور اللي يجي من بعد داك لو 29/2024 كما طلبوا مني في لا كيستيون. اذا يعني اونتر لو 17/7/2024 ولو 1/7/2024 عندي 17 يوم، من 17 حتى لواحد كاين 17 يوم، عندي من لو 1/7 حتى ل 2024 حتى لو 1/6/2024 عندي 30 يوم، ماشي معروف يعني في الحساب ديال الايام اللي كنحسبوا، يعني اللي كنحسبوا حنا اعتياديا. عندي من لو 1/6/2024 حتى لو 1/5/2024 عندي 31 جور، ماشي معروف انه ملي تيكون عندك واحد الشهر فيه 30 اللي مورا تيكون فيه 31. دونك وعندي من لو 1/5/2024 عندي 30 يوم حتى لو 1/4/2024 عندي 30 يوم، من لو 1/4/2024 حتى لو 1/3/2024 عندي 31 جور. اذا عندي 30 اللي من بعد اللي من قبل 31 واللي قبل 30 واللي قبل 31. دونك هنا باش نمشيو من لا داس ديال لو 17/7/2024 حتى لو 1/3/2024 اللي هو النهار اللي يجي من بعد داك لو 29/2024. انا غادي ندير لا سوم ديال دوك الايام من لو 17/7/2024 حتى لو 1/3/2024 غنجمع. دونك عندي 17 هي 17، 30 عندي جوج مرات كتعاود جوج في 30، 31 عندي جوج مرات كتعاود هي جوج في 31. ابري الكالكول نتوما ديروا دي كالكول هما سو سون دي كالكول بانال، غاتجيك 139 جور، اذا عندي 139 جور. غناخد هذاك اللي حسبت 1095 جور وغادي ننقص منه 139 جور باش نمشي لهذيك لا دات ديال لو 29 اكزاكتومون ديك لا دات ديال لو 29 فيفري 2024. بيان، اذا غناخدو 1095 اللي عندنا اللي هو نومبر دو جور من لو 17/7/2021 حتى لو 17/7/2024، ونحيد منه هذوك الايام اللي هما من لو 17/7/2024 حتى لو 1/3/2024 اللي هو 139. اذا 1095 حيد منها 139 هي 956 جور. اذا من لو 17/7/2021 اللي هو لو جور ديال الكونكور ديال لانسا ديال لاكسيل لانسا حتى لو 1/3 شي اللي غادي في الفيتور لو 1/3/2024 هو 956 يوم. اذا عندي لقيت يعني اونفا عدد الايام اللي كاينه ما بين لا دات اللي عندنا ديال لانسا وهاد لا دات. اذا شنو غادي ندير؟ خصني نعرف انا هاد 100 هاد عفوا هاد 100 956 يوم شحال فيهم من اسبوع، وغادي ندير ديفيزيون اوكليديان. اذا عندي 956 جور نقسمها على 7 جور اللي هو يعني 7 جور اللي هي اون سيمين، نديرو ديفيزيون اوكليديان. دونك نديرو لي شوز اللي هي يعني كلاسيك كيف كنعرفو في ديفيزيون اوكليديان. 9 مقسوم على 7 هي 1، 1 في 7 هي 7، نحطوها هنايا 9 ناقص 7 هي 2، نديرو سوستراكسيون يعني الطرح 9 ناقص 7 هي 2. بيان نهبطو ديك الخمسة، عندي 25 مقسومة على 7 هي 3، 3 في 7 هي 21. و بيان سور تانا توجور اون لا سوستراكسيون ici، كذلك لا سوستراكسيون ici. اذا 25 ناقص 21 بيان سور 2 ناقص 2 هي 0، 5 ناقص 1 هي 4، غادي نهبطو هاد 6 هي 46، 46 مقسومة على 4 هي 6، 6 في 7 هي 42، 46 ناقص 42 هي 4. اذا عندي في 956 يوم اللي حسبت عندي 136 اسبوع زائد 4 جور، ما نساوش راه عندنا لو غاست اللي هو 4. يعني هذه الكتابه غادي نكتبوها بهذا الشكل، 956 يوم توافق لا كونغرويونس لا كونغرو 4 مودولو 7، توافق لو غاست ديالها اللي هو 4 بترديد او مودولو 7 اللي هو عدد ايام الاسبوع اللي هي اون سيمين. اذا في 956 يوم عندي 136 سيمانه و 4 ايام، اذا 136 سيمانة و 4 جور، إذا هذاك هو الكاتريام جور. دابا أنا هذيك 956 يوم بحال صرفتها أسابيع وعندي واحد الباقي ديال الأيام، إذا غيجيني هو لو كاتريام جور. يعني الكاتريام جور هو هذاك النهار اللي غادي تحقق فيه، غادي تحقق فيه سميتو هذيك لو 29 فيفري 2024. إذا شنو هو الكاتريام جور كيف كنشوفو هنايا؟ عندي الأول جور هو لاندي، الدوزيام هو مغدي، التخوازيام هو ميركودي، إذا الكاتريام جور هو هنايا جودي. الكاتريام جور عندي هو جودي، ونرجع للاختيارات اللي عندي.
إذن الاختيارات، الاختيار الصحيح هو بي اللي هو جودي. إذا بالنسبة للسؤال الثالث، هنا عندنا لو نومبر دو ديفيزور دو ان ايغال ا 72 على بويسونس 10 اي 162 على بويسونس 50. وعندنا هنايا اختيارات 4 شوا. كالعادة مشيت يعني كتبت لا سوليسيون باش نربحو لو طون. دونك لا سوليسيون هي هذه اللي عندي. عندي لو نومبر ان كيساوي 72 على بويسونس 10 فوا 162 على بويسونس 50. بغينا نعرفوا العدد ديال القواسم ديال هذا العدد. هادشي في بارتي دو لاريثميتيك، كيف كتعرفوا الحسابيات اللي كيخصها شويه ديال الخدمه بالنسبه لاريثميتيك. اذا شنو غادي نديرو؟ هاد العدد 72 غادي نحاولوا نديروا له فاكتوريزاسيون اون نومبر برومي، تفكيك يعني الى جداء اون برودوي دو نومبر برومي، يعني فاكتوريزاسيون اون برودوي دو نومبر برومي، التفكيك الى جداء عوامل اوليه بالنسبه للعدد 72 والعدد 162. إذن غناخدو 72 ونقسموه على جوج كيساوي 36، و 36 كيقبل القسمة على جوج ونقسموه على جوج غيعطينا 18 نقسموه على جوج غيعطينا 9، و 9 ما كيقبلش القسمة على جوج ولكن كيقبل القسمة على 3 غيعطينا ان ديفيزيو على 3 غيعطينا 3، و 3 نقسموه على 3 غيعطينا 1. إذن أونفان 72 معروف الطريقة ديال يعني تفكيك إلى جداء عوامل أولية. العدد 72 غيساوي غناخدو هذوك الخارج اللي عندنا ديال جوج. اذا عندنا جوج فوا جوج فوا جوج، هذه قاعده معروفه في تفكيك الى جداء عوامل اوليه في الحسابيات. اذا جوج فوا جوج فوا جوج هي جوج على بويسونس 3، و 3 فوا 3 هي 3 على بويسونس او كاري بيان. وكذلك بوغ العدد 162 كيقبل القسمه على جوج نقسموه على جوج غيعطينا 81، 81 ما كيقبلش القسمه على جوج ولكن تيقبل القسمة على 3 غيعطينا 27 ديفيزي بار 3 دون 9، 9 ديفيزي بار 3 دون 3، 3 ديفيزي بار 3 دون 1. وكذلك غادي نجمعوا يعني الخارج اللي عندنا بالنسبة نجمعوا عفوا ماشي الخارج، ملي كنجمعوا العدد اللي يعني القواسم اللي بغيت تقول، يعني كنديروا الطريقة اللي كنعرفوا يعني شحال بقاو لينا هنايا لا ميثود اللي المعروفه ديال تفكيك الى جداء عوامل اوليه. اذا عندي جوج هي حطيتها هي جوج و3 دونك 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 دونك هي 3 لا بويسونس 4. اذا هذه الطريقه فككنا الى جداء عوامل اوليه. غادي نمشيو نعوضوا عندنا في العدد اللي هو ان. اذا عندي 72 لا بويسونس 10 شديت 72 بعد تفكيك حطيتها هنا و162 بعد تفكيك حطيتها هنا. عندي هنايا لا بويسونس 10 فوا هذاك العدد المفكك اللي هو 162 على بويسونس 50، ندخلو البويسونس 10 عليهم غتجينا 3 في 10 هي 30، 2 في 10 هي 20، كذلك هنا 2 في البويسونس يعني 2 في 50 عفوا هنا في البو ان يعني 1 في 50 هي 50، 4 في 50 هي 200. غنحاول نجمع لي جوج لي دو مع بعضياتهم ولي 3 مع بعضياتهم، نجمع هذه مع هذه. دونك كما كنعرفوا يعني سوسون دي ميثود اللي هما بانال يعني باينين العاديين. دونك 30 زائد 50 هي 80، 20 زائد 200 هي 220. اذا عندي واحد لو تيوريم غادي نمشي نشوفوها اللي شنو كتقول لك في لاريثميتيك. تيوريم كتقول لك سوا لو ان ابارتيان ا زد اتوال. اذا عندي هنايا يعني بيان سور هاد لو ان خصو يخلف ليا 1 اي موان 1 سا ديكومبوزيسيون بهذا الشكل، يعني العدد ان. هنا في هذه الحالة لو ان راه هو سميتو مثلا بحال نقدروا نقولوا مثلا هو العدد ديالنا اللي هو غونت ان اللي هو 72 على بويسونس 10 و 162 على بويسونس 50. المهم العدد تيكتب على هذا الشكل. حنا ابخي سكونا في اي سي هذه يعني هذا لو ان اللي هو فاكتوريزي بهذا الشكل اللي هو ايبسيلون فوا بي 1 على بويسونس الفا 1 فوا بي 2 على بويسونس الفا 2 جوسكا بي غونت ان على بويسونس الفا غونت ان. Il est factorisé en produit de facteurs premiers. Et là, il y a un qui est 1 qui est 2 à la puissance 80 fois 3 à la puissance 220. Qu'est-ce que je dis? Pardon, il y a la règle. Les diviseurs de nombre, les diviseurs de n sont les antirelatives, les d qui est égal à epsilon prime p1 à la puissance r1, p2 à la puissance r2 jusqu'à pn à la puissance rn. يعني الديفيزور تما يكون بحال الشكل ديال العدد، غير هو انا الشرط ان كيلكو سوا لو كابارتيان من واحد حتى الان، بحيث ان هاد لو ار كا ما بين بورني انتر 0 و الفا كا خص هاد لي بويسونس يكونوا صغر من
خصهم يكونوا صغر من هاد البويسونس ديال العدد ان اللي عندنا هنايا، وانسي كيو حتى الالفا بريم تيكون مختلف على لو الفا ديالنا. القاعده كتقول لك لو نومبر يعني العدد ديال ديفيزور، لو نومبر دو ديفيزور بوزيتيف دو ان اي كيكون هو كناخذ دوك لو بويسونس ديالو الفا 1 بلس 1 فوا الفا 2 بلس 2 جوسكا الفا غراند ان ولا الفا ان بلس 1. اذا هذا العدد تو سامبلومون اللي عندي، اذا لو نومبر دو ديفيزور دو ان اي هما هادو لي الفا 1 لي الفا 2، عندي غراند ان كتساوي 2 لا بويسونس 80 فوا 3 لا بويسونس 220، هذا هو الالفا الفا 1 مثلا الاخر الفا 2 باغ اكزومبل. لو نومبر دو ديفيزور دو ان اي هو ناخذ الفا 1 زائد 1 اللي هي 80 تي 1 و الفا 2 مثلا اللي هو 220 بلس 1 اللي هي 221. لو برودوي ديالهم يعني ابخي الحساب السامبل هو 17901. ولا مشينا هنايا في لا كيسيون 3 17901 هو الاختيار دي، اذا الاختيار الصحيح هو الاختيار دي. بالنسبه للسؤال الرابع عندنا سوا اكس ايغريك دو غيال نون نول، جوج ديال الاعداد الحقيقيه انفيرس لان دو لوتر، يعني واحد المقلوب ديال الاخر، بحال مثلا ايغريك ايتيغال 1 سور اكس، x est égal à 1 sur y. Tel que la somme du carré de leur somme, la somme du carré de leur somme, c'est-à-dire x plus y au carré, avec, il y en a plus, la somme de leur carré, il y en a x, x au carré, z, y au carré, est égal à 10. Le carré du nombre x vaut. Il y en a, no, x plus y au carré, z, x au carré, z, y au carré, que ça veut dire 10, 10. Ou, m'plom, ni, l'ka, لو الكاري ديال اكس، يعني اكس او كاري شنو كتساوي، وعطاني هنايا عطاني هنايا اربعه ديال الاختيارات. ديجا السوليسيون راه مكتوبه، نترجموا داكشي اللي عندنا في لي دوني في الكيستيون 4. اكس ايغريك سو سون دي ريال نون نول ابارتيان ا ار ايتوال، يعني انفيرس لان ا لوتر، ايغريك كتساوي 1 سور اكس، كذلك اكس الى دينا لهنا تولي كتساوي 1 سور ايغريك. ونترجموا داكشي اللي عطانا، يعني لا سوم ديال الكاري افيك la somme de هادو x x au carré زائد y au carré كتساوي 10، x plus y au carré زائد x au carré زائد y au carré كتساوي ليا 10. هنا اون شيرش مطلوبنا نبحثوا على x au carré. بون انطلاقا من هذه غادي نعوضوا y ب 1 sur x، نعوضوها في y ونعوضوها حتى في y au carré، هنا غتعطينا هنا x plus 1 sur x au carré زائد x au carré زائد 1 sur x au carré، تو سامبلومون y تعوض ب 1 sur x هنا وهنايا كذلك. غادي نديرو هاد المستطبقه الهامه كتعطينا x او كاري زائد 2 زائد 1 سور x او كاري، ابخي ما تطبق هاد المستطبقه الهامه زائد داكشي اللي بقى عندنا كيساوي 10. هنا غادي نجمعوا x او كاري مع x او مع x او كاري غتعطينا 2 x او كاري، و 1 سور x او كاري مع 1 سور x او كاري غتعطينا 2 سور x او كاري بلس 2 كيساوي لي 10. سا اي ايكيفالون. هنا غادي نحاولوا ندير واحد الخدمه، غادي نعملوا بجوج، نعملو بجوج هنا ونقسمو على جوج، غتولي عندي خمسة في الطرف الآخر، وداك الخمسة غنديها للطرف الآخر اللي غتكون غتكون بقات ليا واحد. المهم في الآخر أبخي ما تعمل بجوج وتقسم وديفيزي ديس على جوج وداك الطرف الآخر على جوج، وتدي ديك الربعة ديك الخمسة للطرف الآخر غتعطيك إكس أو كاري زايد أن سيغ إكس أو كاري ناقص ربعة كتساوي ليا زيرو. هنا غادي باش نحاول نجبد هذيك الاكس او كاري اللي كنقلب عليها، غنضرب هذه المتساويه المعادله نضربها في اكس او كاري، ملي غنضربها في اكس او كاري غتعطيني اكس على بويسونس 4 زائد هنا غتبقى لي 1 ناقص 4 اكس او كاري كتساوي 0. سايت ايكيفالون هذه بيان سي نقدر نكتبوها على الشكل اكس او كاري او كاري ناقص 4 اكس او كاري زائد 1، وهذه معادله من الدرجه الثانيه. نقوم اون بوز هنايا او كتساوي اكس او كاري، نعوض تو سامبلومون اكس او كاري بالاو غتعطيني او او كاري ناقص 4 او زائد 1 إتيغال زيرو، وندير الدلتا داكشي اللي كنعرفو العادي باش نعمل هاد المعادلة. و بيان سور لي سوليسيون فينال غنلقى U كتساوي 2 بلس غاسين دو 3 أو U إتيغال 2 موان غاسين دو 3 بحل المعادلة، ونلقى دوك لي سوليسيون ومنساش بأن راه U كتساوي X أو كاري، يعني X أو كاري إتيغال 2 بلس غاسين دو 3 أو X أو كاري كتساوي 2 موان غاسين دو 3. وغادي نمشي نشوف الاختيارات اللي عندي. الاختيار الصحيح هو A اللي هي 2 موان غاسين دو 3 أو 2 بلس غاسين دو 3، الأ هو الاختيار الصحيح. بالنسبة للسؤال 5 أون لو برودوي، عندنا هاد لو برودوي ديال لانديس كا من 0 حتى 9 ديال لا غاسين إنيام ديال 5، الإنيام هنا الآن هي 3 فوا 2 على بويسونس كا، هادي كتبان شوية ديفيسيل في الشكل ولكن هي راها سهلة في الخدمة، هي ميثود ديال دو سامبليفيكاسيون. و
وعندنا هنايا اختيارات. اذا غادي نمشيو نشوفو السوليسيون اللي هي ديجا مكتوبه، كتبتها ديجا. اذا هنايا قلنا لا كيستيون 5، عندنا لو برودوي ديال كا زيرو من زيرو حتى النف ديال لا راسين ديال 5. هنا عندنا كيف قلنا لو ان هي 3 جدا 2 على بويسونس كا. كما كتعرفوا انه ملي كتكون عندي انايا، فقط باش نذكروا اجل التذكير، ملي كتكون عندي مثلا بار اكزومبل لا غاسين انيام ديال اكس، راه هي اكس على بويسونس 1 سور ان، هذه معروفه كوم راجل. كذلك هادشي درنا 5 على بويسونس، يعني عندي هنايا سميتو هو هنا غندير غادي ندير هاد الجوده غادي نكتبو بهذا الشكل، غنمشي بلانديس من زيرو حتى النهايه. يعني عندي هنايا 5 على بويسونس كما قلنا غادي نردو على شكل 1 سور 1 اللي هي 1 سور 3 فوا 2 على بويسونس كا، يعني 5 على بويسونس 1 سور 3 فوا 2 على بويسونس 0. غنمشي بالجوده من زيرو حتى النهايه ديال 5 على بويسونس 1 سور 3 فوا 2 على بويسونس كا، هي 5 على بويسونس 1 سور 3 فوا 2 على بويسونس 0. كيف قلنا عندي جدا هو جدا 5 على بويسونس 1 سور 3 فوا 2 على بويسونس 1 فوا 5 سور 1 سور 3 فوا 2 على بويسونس 2 جيسكا 5 على بويسونس 1 سور 3 فوا 2 على بويسونس 9. عندي هنايا حيت عندي لو برودوي من 0 حتى 9. هنا عندنا واحد القاعده كنعرفوها ديجا بانه عندي، يعني هنايا بويسك عندي نفس الاساس يمكن لي ندير لا سوم، جو بو فير لا سوم ايسي. دونك هنا الى درت لا سوم ديال هادشي ديال 1 سور 3 فوا 2 على بويسونس 0 حتى 1 سور 3 فوا 2 لا بويسونس 9، هنا كيف كتعرفوا انا جو بو فاكتوريزي بار 3 1 سور 3 باردون 1 سور 3 نعمل ب 1 سور 3 والشيء الاخر يبقى لي ان سوم، ان سوم ديال ان سويت جيومتريك ديال 1 اللي لا باز لا ريزون ديالها هو 1 سور 2 لا بويسونس كا. هنا عندي 1 سور 2 لا بويسونس كا، غادي نرفع لا بويسونس 1 سور 2 لا بويسونس كا ديال كا من 0 حتى 9. بيان سور عندي نفس يعني نفس الشكل كيما عندي في البرودوي، هنا يكون عندي في لاسوم، هنا في البويسونس، هنا في لابويسونس. اذا عندي بهذا الشكل، هادي كنظن راه كلير. هادشي اللي عندي فوق حولته على شكل سوم ديال سويت جيومتريك وفاكتوريزيت هنايا ب 1 سور 3. هاد 1 سور 3 هو الغاسين كوبيك، يعني الغاسين كوبيك ديال 5، يعني الغاسيم هنا الان كتساوي 3. كيف عندي نقدر نكتب هاد، يعني 5 فوا 1 سور 3 نقدر نكتبو على شكل هكذا، الغاسين كوبيك دو 5 فوا بيان سور دي جوداء هاد لا سوم ديال هاد لا سويت جيومتريك من 0 حتى 9 في 1 سور 2 كا. غنمشي نخدم هاد الجزء هذا بوحدو. هاد لا سويت جيومتريك كما كنعرفو المتتاليات الهندسيه المجموع ديالها هو مجموع كنديرو بيان سور الحد الاول. الحد الاول عندي هو فقط غير باش واحد الحاجه ما درتهاش هنا، عندي الحد الاول راه هو 1 سور 2 على بويسونس 0 كي تيغالا 1 بيان. اذا عندي ديجا هنا كيساوي ليا 1 نورمال مورسي نكون درتو هنا، يعني 1. وعندي كيف كنعرفو هي واحد ناقص لا غيزون اللي هو الاساس على بويسونس لو ديرني تيرم ناقص لو بروميي تيرم اللي هو 0 زائد 1 كيف كنعرفو ديفيزي على 1 موان لا غيزون اللي هو الاساس. هنا الا حسبنا غتجينا نورمالمون هادشي كله في 1 كيبقى لو ميم. هنا غتجيك هنا غنديرو واحد ناقص واحد على جوج، هي واحد على جوج غطلع ديك واحد على جوج الفوق غتبقى لي 2. واحد ناقص هنا حسبنا غتجينا 1 سور 2 على بويسونس 10، 1 سور 2 على بويسونس 10 يمكن لي ندخل 2، إذا دخلت 2 غتجيني 2 موان بيان سور هنا جوج على جوج على بويسونس 10، جوج مقدار نبطل تحت ردي 2 على بويسونس 9، يعني 10 موان موان زعما من حساب غتجيني اونفان هنايا جوج ناقص واحد على جوج على بويسونس 9. هنا جو بو يمكن واحد المقام دونك لا واحد هنايا 2 على بويسونس 10 ناقص واحد على 2 على بويسونس 9، 2 على بويسونس لا بويسونس 10 هذه خصها تكون معروفه، يعني هي 1 هي 1024 1024 سورتو الناس اللي كيديروا الكوتاج بينير اللي قالوا انفورماتيك كنا عارفين هادشي بان 2 لا بويسونس 10 كنديرو لا باز 2، 2 لا بويسونس 10 هي 1024 وعندي 2 لا بويسونس 9 هي 1024 على 2 اللي كتساوي لي 512. يعني تو سامبلومون 2 لا بويسونس 10 هي شنو هي دي دونك شنو هي 9، 9 هي 10 موان 1، يعني نقدر نكتبوها على شكل 2 لا بويسونس 10 موان 1 ونبطيك 2 لتحت غتجيني 2 à la puissance 10 divisé à la 2 de la puissance 10 il y a 1024 de la division euclidien 1024 il y a 512. اذا عندي هنايا غادي نجي باش نكمل نحسب هاد لاسوم اللي عندي هنا هي 1024 اللي عندي هنا
2 à la puissance 10, 1024 moins 1, elle a 2 à la puissance 9, il y a 512. Enfin, 1024 moins 1, il y a 1023, elle a 512. On a rejeté à l'édicte l'indien, on a rejeté à l'édicte l'indien, on a rejeté à l'édicte هاد الراسين كوبيك دو 5 على بويسونس هذاك الشيء اللي لقيت اذا عندي اونفان هذه يعني البرودوي ديال كا من 0 حتى 9 ديال الراسين دو 5 ديال 3 فوا دو لا بويسونس كا والراسين كوبيك دو 5 على بويسونس هذيك اللي حسبت ديال لاسومبي المتتاليه الهندسيه وهنا كما كنعرفوا كاين واحد القاعده عاوتاني نقدر مثلا بار اكزومبل عندي مثلا كي بحال هكا عندي واحد الغاسين مثلا عندي الغاسين بار اكزومبل انيام دو اكس على بويسونس مثلا واحد الفا كاين واحد القاعده معروفه كتقول لك انه اول غاسين انيام اكس على بويسونس الفا هذاك الشيء اللي طبقت انا هنايا انه يمكن لي ندخل هاد لا بويسونس وسط هادي اذا الغاسين كوبيك ديال 5 على بويسونس 1023 سور 512 مشينا نشوف لي شوا اللي عندي صحاح الاختيار الصحيح هو سي الغاسين كوبيك ديال 5 على بويسونس 1023 سور 512